اهلا بيكم مره تانية معانا في البيت الكبير. هنكمل حلقتنا مع الدكتوره وفاء عبد السلام، وهنتكلم عن الحقوق بين الخاطب والمخطوبه. احنا طيب حاضر، يعني منا بس كانت في حاجه قالتها. ما هي منا، هي منا الحقوق. الحقوق بين الخاطب. بص يا منا، حقه ايه عليكي؟ انه ينظر اليك. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه خطا اني خطب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظرت اليها؟ قال لا. قال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. وفي روايه لسيدنا المغيره بن شعبه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان ينظر اليها، وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدم بينهما، ان يكون في يعني يبقى في علاقه لطيفه ما بينهم وبين بعض بالنظر فقط، انه يستريح يالفها يعني. طيب هناخد بس مكالمه عشان معانا منا خلاص دخلت. منا من الاقصر، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه منا. ممكن بس اخذ رقم التليفون عشان المشكله لها. طب ممكن حضرتك ترجع للكنترول وهو هيديه لحضرتك. شكرا يا فندم، معلش دكتور اتفضلي. فسيدنا النبي قال فذاك احرى ان يؤدم بينهما، يحصل تالف يحصل. طيب ايه الحدود بقى؟ عشان هي بتقول بيكلمني في تليفون بينصحني، يمكن النصيحه دي بينصحني زي الاخ لاخته. النصيحه دي يجوز لو هي كده، بلاش نصيحه عشان بس برضو ايه افهمها الامور ماشيه فين. بيتصل بيها يقول لها مثلا هغير لون كذا في البيت، هنعمل كذا، يتفقوا على الوان، يعملوا حاجه، بيتكلموا في العلم، بيتكلموا في شخصيه كل واحد فيهم، بيفهموا حاجه عن شخصياتهم. ايه المحرم في الموضوع؟ ان يكون في خضوع في القول، ان يكون في اثاره للشهوات، عشان يبقى الكلام ايه احنا بنتكلم يعني يمكن ببسط الامور عشان ما نخشش في موضوعات معقده. اتكلموا مع بعض بقى، نت، فيسبوك، ايا كان، احنا بس ما تبقاش الامور تاخدنا الى ما لا يرضي الله عز وجل. كويس، هيجي البيت اهلا وسهلا يشرف، هتقابله في البيت في وجود الاب والام، ما يبقاش في خلوة مهما كان. ده المفروض. فبيكلمك يا بنتي وبتكلميه في حدود ما يرضي الله عز وجل، فلا شيء عليه. معانا ام محمد من القاهره، اتفضلي يا ام محمد. الو. اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتواصل مع الدكتوره. اتفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. ايوه يا دكتوره، لو سمحتي، انا بنتي متقدم لها عريس اكبر منها ب 15 سنه. لا معلش يا ام محمد، انا بعتذر لك، الصوت مش واضح، فاستاذن حضرتك بس توضحي الصوت عشان مش سامعين كويس. وطي التلفزيون لو ممكن، يعني اسمعينا من التليفون. اتفضلي. ماشي. بنتي يا دكتوره متقدم لها عريس اكبر منها ب 15 سنه، وكان متجوز قبل كده، وهو مقيم في السعوديه وهينزل ياخدها يعني لما تخلص تعليمها يسافر فيه. وهي كانت في استخاره وكل حاجه ومطمنه له وكل حاجه، بس انا قلقانه مش عارفه هل الزيجه دي صح ولا غلط. هو اكبر منها ب 15 سنه. تمام. وكان متزوج زيجه قبل كده. تمام. طب معلش حضرتك الزوجه الاولى معاه ولا لا؟ لا مطلق يا دكتور. مطلق. طيب شكرا ليكي يا ام محمد، انا ارد على حضرتك حالا عشان نحاول نشوف حضرتك في الجزئيه ديت. صلي صلاه استخاره واسالوا ودوروا. فرق السن كبير، بس يعني انا ده لو بنتي انا هقول لها فرق السن كبير، لكن ربما تكون هي ناضجه في العقل، انا ما اقدرش احدد الجزئيه دي، ربما يكون هو مش ظاهر عليه هذا الفرق او مش يعني، لكن عندك سابقه اللي هو مطلق قبل كده، فتعرفي سبب الطلاق ايه، تعرفي ايه ليه طلق، تعرفي الكلام ده كله. ارجعي للطليقه واساليها وافهمي منها، وارجعي للناس حواليه، تحري ثم تحري ثم تحري، وبعد كده صلي صلاه استخاره وربنا يختار لها الخير. ام محمد من اسكندريه، اهلا بيك يا ام محمد، اتفضلي. اهلا بيك. اتفضلي محمد، معاكي الدكتوره، اتفضلي. ماشي. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي. الو. معاكي، سامعاكي يا ام محمد. اتفضلي يا ام محمد. كنت عايزه اخد رايك دلوقتي. انا عايشه في بيت عيله. عايشه فين حضرتك؟ الغردقه. في بيت عيله. في بيت عيله. وحاولت، عملت المستحيل يعني، كنت وانا بنت بقول ان شاء الله انا هحاول ارضي حماتي دي، لان الحمد لله ربنا كرمني بزوج كويس وطيب، بس طلع عكس يعني ما تمنيت. الام صعبه جدا، طبعها جامد وقاسي جدا، حاولت ان انا ارضيها وابقى كويسه معاها، اهديها هدايا بترفضها ما بترضاش. احنا ما اعرفش ليه. احنا من دقيقتين اتكلمنا عن تسلط الام الحما، ف
فاستاذنك تكملي معانا واسمعي الدكتوره وفاء بتقول ايه، وكانت بتتكلم عن الحب والمعامله المعامله الحلوه. كملي معانا يا ام محمد واسمعي الدكتوره وفاء. اتفضلي يا دكتوره. يعني بصراحه يعني منتهى الامانه انا قلبي وجعني قوي من الحالات اللي بنسمعها، واحنا ليه وصلنا لهذه المرحله من الـ من من, من الـ الاساءه في العلاقات بيننا وبين بعض. يمكن يكون بعدنا عن الدين وعن المنهج، يمكن يكون بسبب ان احنا بجد يعني يمكن الحلقه اتصالات الكثيره، انا تحت امركم في اي اجابه سؤال، ولكن انا يعني حزينه على حال بناتنا وعلى حال بيوتنا اللي ما فيهاش ولسه بره صح وما فيهاش الحب وما فيهاش ان حتى لو كانت ام زوجي قاسيه او صعبه، طب انا لو امي كانت قاسيه او صعبه هعمل ايه؟ انا مش هسيب امي ولا هقول له سيب امك، يعني هحتويها ثم هحتويها طالما انا ارتضيت. عندي ابنائي هم اللي هيدفعوا الثمن، المجتمع اللي هيدفع الثمن، انا هدفع الثمن. انا ما بقولش للزوجه اللي اتحطت في هذا الموقف وما هياش قادره بقول لها لا لازم تستحملي وتتحملي بالعكس انا بقول لها تحرري، بس تحرري بعد ايه؟ بعد محاوله واثنين وثلاثه واربعه وعشره. لان يوم ما بقول لا انا مش هكمل، يوم ما بقول انا مش هكمل، انا ما بيبقاش الموضوع ده خاص بيا انا لوحدي، أنا بيبقى الموضوع ده خاص بابناء ما هماش عارفين يعيشوا مع الاب ولا الام، يعيشوا مع زوج الاب ولا زوجة الاب ولا زوج الام، بيبقوا مهلهلين ومشتتين، وبيطلع لي ابناء للاسف الشديد لا عندهم انتماء لبيتهم الصغير ولا بيتهم الكبير. فانا عشان كده رجاء تحروا وانتم بتنقوا وبتختاروا، تحروا وانتم بتفهموا يعني ايه الزواج. الزواج ما هواش فرح وهيصه وزمبريطه وموضوع خلص على كده، دي مسؤوليه ومسؤوليه كبيره. المسؤوليه دي هيكون فيها علاقات من هنا وعلاقات من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا، في دماغ مختلفه عن دماغي وتربيه مختلفه عن تربيتي، ما كنتش يبقى عندي صدر متسع. وانا اسفه اني بكلم المراه لان المراه هي اللي عليها العبء الاكبر، هي عليها الاحتواء. بتقولي زوجك طيب، تصدقي انا اسفه في اللي هقوله لك، لو زوجك مش طيب ما كانش هيبقى فيه هذه المشاكل. لكن طيبه الزوج مش عايز يغضب الام، مش عايز يغضب الزوجه، مخلي هذه المشاكل تطار على السطح. فرجاء ارحموا هذا الرجل من انه يكون مهلهل ما بين ام او مشدود او ممزق ما بين ام وما بين زوجه. يعني لا، ما تساعديش زوجك على انه يكون عاقب امه، وما تخليش ابنك يكون مفتري على زوجته. رجاء ارحموا الابناء الصغار، ارحموا نفسكم، ده سكن موده ورحمه، فارحموا نفسكم من هذه المشاكل واحتووا البيوت اكتر من كده، وخلي عندكم سعه صدر اكتر من كده. الهام من كفر الشيخ، اتفضلي معايا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ سامعاكي، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتوره انت بتتكلمي دلوقتي على الزوج ان هو بيرحم الام، وان هو يعني انسان بر بامه، ماشي، ما احنا ما عندناش همية، عندنا كل الاسف للام، والام دي فوق الراس من فوق، الام دي فوق الراس من فوق، وما كانش بر بامه مش هيبقى بر بامه ولا بر باخواته ولا بر باي حد تاني. الام دي هي ست الكل، هي اللي شالته وهي اللي ربته وهي اللي علمته وهي اللي فوق كل شيء. اتفقنا، ما اختلفناش. اتفضلي بقى، اتفضلي بقى السؤال عشان الوقت، بس بعد اذنك. بس حضرتك دلوقتي لما يبقى ان هو ما هوش حاكم ما بين امه وما بين مراته، لو هيحكم، انا اسفه اني هقطعك، انا بعتذر، لو هيحكم ما بين امه وما بين مراته تبقى الام هي اللي تكسب. الهام شكرا ليكي. لا معلش يا استاذ، هم هي قفلت. يعني انا بعتذر لك يا الهام، بعتذر لاي حد ما اقول له هذا الكلام. لو في حكم ما بين الام وما بين الزوجه فالحكم لصالح الام في كل الحالات. من احق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال امك. ومن أحق الناس بصحبة الرجل يا رسول الله؟ قال أمه. من أحق الناس بصحبة المرأة يا رسول الله؟ قال زوجها. فده ما فيش فيها كلام. أنا ما أقدرش أبدا أجي على الأم. إحنا كده حضرتك هندخل في نقطة تانية مهمة أوي، اللي هو إحنا كنا من دقايق بنتكلم عن تسلط الأم، سواء أم الزوج أو أم الزوجة، وإحنا خلينا نتكلم في أم الزوج دلوقتي. لو هي فعليا متسلطة، تمام حضرتك، وحكمت إن هو يطلقها،
هيرضيها؟ هل انا مع حضرتك احنا الكلام ده بيحصل؟ شوف هقول لحضرتك على حاجه. اذا وصلت الامور الى هذه المرحله بيجي حكم من اهله وحكم من اهلها، وده الشرع اللي قايلين على كده. فلما يحضر حكم من اهل الزوجه وحكم من اهل الزوج ويقعدوا، اذا كانت الام مالهاش ما عندهاش اسباب حقيقيه بتثار كل الامور. والقران يعني ما شاء الله التصوير بتاع رب العزه سبحانه وتعالى، الخطاب الالهي رائع. ان يريد اصلاحا، مين؟ الحكمين او الزوجين. صحيح. كويس. لما هيقعدوا والنفوس بتسعى للاصلاح، هيقعدوا الحكم ده والحكم دوت، هتطلع الام المساوئ. ربما تكون المساوئ مش زي بحضرتك شايفها متسلطه، وربما تكون متسلطه انا ما اعرفش، بس لما يجي حكم من هنا وحكم من هنا هيحل الامور. انا عارفه ان الوقت انتهى، ولكن للاسف مش هقدر اقطع، وفي جزئيه مهمه جدا 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 بنقول عليها. الام نمره واحد ونمره اتنين ونمره ثلاثه، وان كان الحديث ضعيف ولكن احد الصحابه ما قدرش ينطق الشهاده بسبب انه كان بيؤثر زوجته على امه، ما اقدرش اجيبها. وجابها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها انها تسامح هذا الابن. ما اقدرش اقول تغاضوا عن موقف الام، لا، ده انا اكسبها واكسبها واكسبها واكسبها، لان الام هي اللي هتكسب في الاخر. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم. مكملين معاكم الاسبوع الجاي مع الدكتوره وفاء عبد السلام والبيت في الاسلام. نورتونا في البيت الكبير، وعلى وعد بلقاء جديد الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا.